السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في قناتكم شيوات الاخوات، فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هذه الكيكه ديال الاناناس، كتجي رائعه معلكه مقطنه، كتجي غزاله بزاف. مرحبا بالاخوات اللي كينضمونا جداد، اللي مازال ما مشاركش معنا في القناه يشارك فضلا وليس امرا، يضغط على زر الاشتراك والجار يفعل الجرس باش توصل بكل جديد. عافاكم ما تبخلوش علينا بلي لايك باش الفيديو يوصل لفئه كبيره ديال الناس باش يشوفوه باش يطلع، وما نعكزوش باش اننا نوجد لكم الوصفات ونصور لكم بلوغات. شاهدوا معنا الفيديو كيف ما كتشاهدوا ديال هذه الكيكه الرائعه من الاول حتى الاخر، باش غتعرفوا على المكونات والطريقه اللي هي جد بسيطه، كيكه سهله بزاف ولذيذه تستحق انكم تجربوها. بقاو معنا، غادي نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. اول حاجه غادي ناخذ المول اللي غندخلو نطيبو فيه الكيكه في الفران، بحال هذا اللي يكون ما اللي كيدخل الفران، غادي ندهنوه مزيان بالزبده باش ما تلصقش لينا، ضروري انه يكون ما يلصقش ولا ندهنوه مزيان باش ما من نبغيو نقلبوا الكيكه ديالنا تحيد بسهوله. وغادي نضيفو كذلك من الفوق واحد الخطوط عشوائيه ديال الكراميل، هذا كان متواجد عندي ديال فلون، نديرو هكا خطوط. الكراميل كيعطي واحد التذهيبه زوينه للاناناس، كي واحد الحموريه زوينه من الفوق. صافي غادي نقادو هذاك الكراميل هكا خطوط عشوائيه، ومن بعد غادي ناخذو الاناناس لان الاناناس معلب هذا، وغادي نبداو نقادو الاناناس ديالنا في الطاوه بهذا الشكل. نستمر بنفس الطريقه حتى نقادو المول كامل. هنا هاد العلب ديال الاناناس فيهم غير ربعه ديال الدوائر، فاضطرينا اننا نفتحوا العلبه الثانيه، علبه صغار. نستمر بنفس الطريقه حتى نقادو المول ديالنا ونتركوه جانبا باش غندوزو نحضروا الكيك. كتجي رائعه البنات هاد الكيكه، جربوها ما غتندموش، كتجي معلكه وفيها ديك النسمه ديال الاناناس. صافي هنا قادينا المول وغادي نخليوه جانبا وغندوزو باش نحضروا الكيك. الكيك غادي نحتاجو هنايا يعني عندنا واحد 50 غرام تقريبا، 50 60 غرام ديال الزبده ديال القاعد بحراره المطبخ، وغادي نضيفو كذلك واحد الكاس ديال السكر سنيده، سكر الخشن ما يعادل تقريبا واحد الكاس ديال العنبه. وهنا عندنا 7 8 غرام ديال سكر فاني، وغادي نضيفو 3 ديال البيضات بحراره المطبخ كذلك بهذه الطريقه. مكونات بساط ومتواجدين في كل بيت، وكيكه رائعه وكتوجد دغيا. صافي هنا بعد ما نضيفو البيض غادي نضربو هاد المكونات مزيان مع بعضياتها بالخلاط الكهربائي ولا اليدوي كيف ما بغيتو. عفوا غادي نضيفو 60 ملي ديال الزيت، زيت نباتيه، نضربو مزيان، نذوبو هذاك السكر مع البيض والزبده. ومن بعد عاد غادي نضيفو ان شاء الله كذلك واحد 60 ملي من هذاك الماء اللي كيكون في العلبه ديال الاناناس، هو اللي كيعطي هذيك اللذه ديال الاناناس في الكيك ديالنا، كتجي رائعه. هذا هو الماء ديال الاناناس 60 ملي بنفس العبار. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لهم، والدقيق كيبقى على حسب الخليط، تقريبا غادي يتساعوا لينا واحد 2 كيسان ونصف ديال الدقيق اللي غادي نغربلوه مع 15 غرام ديال السكر ديال عفوا ديال خميره الحلوى. هنا نغربلو الدقيق ونبقاو نضيفو بشويه بشويه، الا خاصها نزيدو لها، خاصها تجي القوام ديالها كيجي كريمي، كتجي كريميه. وهنايا نضيفو الخميره نغربلوها كذلك، وغادي نبداو كنخلطو جميع المكونات مع بعضياتها. هنا كيف ما كتشاهدوا مازال خاصها، غادي نزيدو لها، مازال خفيفه بزاف، غادي نزيدو الدقيق مع التغربيل. صافي غادي نضربو مزيان، غادي نحاولو ندخلو هذاك الدقيق مع باقي المكونات باش نحصلو على عجينه منسجمه. وصافي ما غاديش نزيدو لها الدقيق، هذا هو القوام اللي تساع فيها، كيف سبق قلت لكم 2 كيسان ونصف كيسان العنبه
مع هذيك 15 غرام ديال الساشيه ديال خميره الحلوه. هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا، كتجي كريميه. صافي بعد ما حضرنا الكيك غادي ناخذوا المول اللي سبق لينا قادينا فيه الدوائر ديال الاناناس، وغادي نصبوا فيه الخليط، نخويو الخليط بحال هذا الشكل، وغادي ندخلوها الفران. حنا دخلناها الفران بارد على درجه 180 درجه، مهم على حسب الفران، وكننشعلوها عليها غير من التحت حتى كتبدا تطلع لينا وتتحمر، عاد نطلعوها من الجوانب، عاد نطلعوها الفوق باش تزيد تحمر من الفوق، ونخليوها ضروري حتى تبرد مزيان، عاد نقلبوها باش ما تهرسش لينا. صافي نحاولوا نقادو هكا الكيكه ديالنا بالاستعانه بالسباتول، ولا ندير هكا واحد الضريبات خفاف باش تقاد، وغندخلوها الفران. وهذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا بعد ما طابت، كيف ما كتشوفوا داك الكراميل كيعطي هذيك اللون احمر هكا قهوي للوجه ديال الكيكه، رائع، كتجي زوينه بزاف البنات. هنا غادي نقطع معكم واحد المورسو باش غتشوفوا كي كتجي من الداخل معلكه وخفيفه بنكهه الاناناس، داك الماء ديال الاناناس اللي درنا فيها من الداخل حتى لداخل كيجي فيها ديك النكهه ديال الاناناس، كتجي رائعه البنات. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم وتجربوها، بارطاجيو الوصفه مع الاحباب ديالكم، عافاكم ما تبخلوش علينا باللايك باش نستمر وما نعكزوش. وصلنا نهايه الفيديو ديالنا، هذا الشيء اللي كاين، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.